ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. يتصدى حارس المرمى للركلة، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ثاني لاعب يسدد، تصدي غير عادي، حارس كلب. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كلب ينجح في صد الركلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. عمان عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. عمان لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. أنهت هذه الركلة المباراة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة. هذه الأشياء توفرت في الفريق الفائز، لا خاسر كان مهزوز. يا لها من طريقة رائعة جدا في إنهاء المباراة بعد دقائق عصيبة جدا. المهم تحقق الفوز بعد هذا الجهد الكبير. حانت لحظة الوداع اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحيات فادي العتيبي، إلى اللقاء.